أكثر من 110 آلاف فلسطيني حتى الآن أجبروا على النزوح مجدداً من مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً على الأحياء الشرقية من المدينة التي احتمى فيها نحو 1,400,000 نازح لجأوا من مناطق عدة في غزة المدمرة حسب تقرير للأمم المتحدة. حالة نزوح من مدينة رفح غير طبيعية وحالة نزوح مهولة. الجيش الإسرائيلي قال أنه هدد ما يقارب من 100,000 مواطن من شرق مدينة رفح، ولكن الحقيقة هم من يعني هددهم من المنطقة الشرقية بشكل رسمي، ولكن بشكل ضمني وعسكري كل المنطقة في مدينة رفح وكل المدينة تحت ضربات الجيش الإسرائيلي. النازحون هؤلاء منهم من اضطر للنزوح 5 مرات أو 6 مرات منذ بداية الحرب. الجيش الإسرائيلي يجبرهم على الفرار من كل مكان يعتقدون أنه آمن من الموت، من الشمال ثم إلى الوسط نهاية بالجنوب الذي لم يعد آمناً بفعل الضربات الإسرائيلية المستمرة منذ أيام، إذ ينزح نحو 30,000 فلسطيني وأكثر يومياً حسب منظمة أوتشا التابعة للأمم المتحدة. يضاف إلى معاناة النزوح توقف ضخ المياه في رفح بشكل كامل بفعل القصف الإسرائيلي، ما يترك نحو 450,000 شخص بلا مياه شرب وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في المنظمة الأممية.